The solid shaft has a diameter of 16 millimeter if it is subjected to the torque is shown. يعني ارقام اهي. Determine the maximum shear stress developed in regions CD مرة و EF مرة of the shaft. Will the bearings at AF allow free rotation of the shaft. طب احنا عندنا CD اهو كده، نقطع هنا ونشوف التورك على قد ايه و EF. EF مبدئيا عندنا 35 مع عقارب الساعة، و 25 يبقى 60 عكسها 60، هنا صفر، فعلى طول ده بصفر، ما عندوش اي تورك وبالتالي ما فيش تاو. لكن خلينا نشوف هنا، لو بصينا من جهة اليسار 35 مقابلها 20 ضدها يبقى الفرق 15، نفس الشيء 40 وعكسها 25 يبقى 15. يبقى هقول كده تاو سي دي قيمتها تي في سي على جي، ونعوض الجي باي تقسيم 2 في نص القطر اللي هو 8 مللي أس 4. السي ماكسيمم بقى عند أقصى نص قطر، أكبر نص قطر اللي هو 8 مللي، 8 يبقى كده. كده والتورك قلنا 15 نيوتن متر، يبقى 15 في 8 ملي في 2 على باي على بوينت او او 8 اس 4. طبعا لازم يطلع بالميجا في الغالب، الا لو كان تمبر مثلا ولا حاجة يطلع ممكن بالكيلو باسكال، ده ميجا باسكال. ده السي دي. بالنسبة للتاو اي اف على طول نقول بصفر، ليه؟ لان التورك بيساوي زيرو.